كان اليوم الثاني في استقبال نتائج المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة، حوالي 9000 طالب تظلموا وكل الكنترولات فتحت أبوابها لاستقبال هذه التظلمات، وبتستمر في فتح الأبواب حتى كمان يا جماعة في يوم ثورة 23 يوليو الكنترول هيبقى فاتح الباب وبيستقبل كل التظلمات، أي طالب عنده تظلم هيروح يقدم التظلم. في الوقت نفسه وزير التعليم خفف النهاردة قراره بمعاقبة 40 طالب في كفر الشيخ بإلغاء امتحاناتهم بعد عملية غش، وطبعا القرار ده رأفة بيهم بأن هو يلغي امتحاناتهم في مادة واحدة بس، مش في نفس الوقت كان في زي ما انتم شايفين الفيديو قدامنا اهوت 90,000 طالب من المرحلة الأولى للتنسيق استكملوا رغباتهم النهاردة وسط توقعات أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى هيظهر في حدود يوم الاثنين القادم. خليني أرجع تاني للتظلمات، معايا هاتفياً